ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبوظبي المالي منخفضا بنسبة 0.6% عند مستوى 9545 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 893 مليون درهم. من أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 17 شركة وبقيت 30 شركة على الثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم الخليج الاستثمارية نسبة 14.94% ليغلق عند 0.97 درهم، بينما ارتفع سهم IDC Corporation للاستحواذ الأذونات نسبة 14.91% ليغلق عند 2.62. كما أغلق سهم الخليج للمشاريع الطبية مرتفعا نسبة 11.11% ليغلق عند 1.90. بينما انخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 8.47% عند 0.80 درهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام منخفضا بنسبة 0.61% عند مستوى 3965 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 277 مليون درهم. من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 6 شركات وبقيت 12 شركة على ثبات. ارتفع سهم شركة أوراسكوم كونستراكشن بنسبة 5.13% عند 3.78 دولار. ارتفع أيضا سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 2.85% عند 18 درهما. أيضا ارتفع سهم أمانات القابضة بنسبة 1.88% عند الدرهم واحد، بينما أغلق سهم إعمار للتطوير منخفضا بنسبة 2.55% عند 6.48 دراهم. ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية، أبدأ مع حضرتك المشاهدين من سوق أبوظبي والذي عاد للتراجع اليوم. ما تحليلك أيضا لأداء المؤشر ومساره المتوقع؟ المؤشر كان ارتد من منطقة 9250-9200 وواصل الصعود لغاية مراحل وأول مستويات المقاومة. طبعا احنا اخترقنا في الرحلة ديت مستوى 9340 و9420، واحنا دلوقتي عند بنقرب من مستوى 9600، اللي عنده طبيعي جدا ان يشهد المؤشر بعض عمليات جني الارباح وبعض عمليات التراجع خلال الفتره اللي جايه. عشان كده احنا بنتخيل ان حتى اي عمليات تراجع في المؤشر فهي فرصه كبيره جدا للشراء بالنسبه للمستثمرين داخل سوق ابو ظبي، وشايفين ان المؤشر حتى لو حصل فيه تراجعات هيبقى اخره عند منطقه ال 9450 9400، ثم يحصل الارتداد مره ثانيه في السوق، وده يعني شيء متوقع وطبيعي جدا بعد الحركه الصاعده اللي حصلت. بيحصل جني ارباح. يحصل جني ارباح بالظبط. نعم، ده بالنسبه لسوق ابو ظبي. وبالنسبه لسوق دبي الذي تراجع اليوم مجددا، ما تحليلك ايضا لاداء السوق؟ سوق دبي كان وصل لمستوى ال 4200 وبعد كده شهد عمليه جني ارباح قويه جدا، وصلت لمستوى 3750. عمليه جني الارباح القويه ديت كان لازم بديهي ان السوق يرتد بعديها. فالسوق بيحاول ان هو يتخطى دلوقتي حاجز ال 4000. في حاله نجاح المؤشر في اختراق اعلى من ال 4000 نقطه، هتبقى دي اشاره شراء جديده على الاجل القصير، ان المؤشر يقدر يروح يختبر تاني مستوى ال 4000 مدة. لو حصلت ضغوط البيع كانت اقوى في المستوى بتاع ال 4000 نقطه وحصل بعض التراجعات، يبقى المفترض ان السوق يروح يجرب تاني على مستوى الدعم عند ال 3850، ثم ال 3750 اللي اوقفت الضغوط البيعيه، ومن عندها يتم وقف الضغوط البيعيه مره ثانيه. نعم، ايضا باعتقاد حضرتك، ما هي الاسباب التي ادت لنمو ارباح اغلب البنوك الاماراتيه المدرجه بنهايه 9 أشهر الاولى من العام الجاري؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، احنا العالم كله كان بيشهد تضخم واضح جدا كبير جدا. نتيجه التضخم دوت البنوك بتتبع انها بترفع اسعار الفائده عشان تقلل التضخم. فطبعا السنه دي كان التضخم كبير جدا، البنوك رفعت الفائده بشكل كبير جدا. يعني
يعني هل في اسباب اخرى غير التضخم؟ هو ما هو لا، كل ما برفع الفايده فالربحيه بتاعت البنك بيزيد كده كده، فانا طول ما انا برفع اسعار الفايده فالربحيه بتزيد في البنك، فده طبعا عام استثنائي للبنوك كلها في العالم، مش في دبي او مش في الامارات بس، العالم كله البنوك بتشهد ارباح قويه جدا السنه دي لم تحقق. صحيح. على ذكر قطاع البنوك ايضا استاذ باسم، ما هي القطاعات الواعده في اسواق المال الاماراتيه؟ اظن برضو زي ما اتكلمنا ان البنوك طبعا قطاع واعد، بس قطاع اللوجستي قطاع واعد جدا في اسواق الامارات، كمان قطاع الفنتك او الفاينانشال تكنولوجي او التكنولوجيا، زي قطاعات الدفع الفوري والمدفوعات الفوريه، وقطاع المالي غير المصرفي ده قطاع واعد جدا، القطاع العقاري في الامارات كلها مش في دبي بس قوي جدا ويشهد طفره قويه جدا خلال السنه دي، كمان قطاع الخدمات البتروليه القطاع قوي جدا، ومع الاتفاقات اللي بتحصل بالنسبه للادنك والحاجات دي مع الصين، الحاجات دي كلها من شانها انها تبقى عامل ايجابي جدا، خاصه السنه الجايه كمان اظن ان الارباح بتاعه الشركات دي هترتفع بشكل كبير جدا. وضحت النقطه. بشكر حضرتك استاذ باسم ابو غنيمه مدير التحليل الفني بشركه عربيه اونلاين للاوراق الماليه لمشاركته معنا اليوم.